2021، ولكن استمرت مصر أيضا والحكومة المصرية والمصريون جميعا خلف قيادتهم السياسية في التطوير والبناء والعمران، فما يتحقق على أرض مصر يوما بعد يوم يدعو إلى الفخر، يشعرنا جميعا بالأمن والأمان الذي تعيشه مصر مع الأحداث المتلاحقة بشكل يومي في مختلف دول العالم وأيضا في محيطنا الإقليمي، يجعلنا جميعا ننظر بفخر وفخر إلى دولتنا وإلى قيادتنا وإلى الحكومة المصرية التي تعمل بجهد ودأب في مختلف الملفات وبالتوازي، كي يظهر لنا على أرض الواقع ما نراه الآن من إنجازات تدعو إلى الفخر، وأيضا إلى أن يكون المواطن المصري دائما مرفوع الرأس وسعيدا ببلده وقيادته. إذن هي مصر الجمهورية الجديدة، المشروع الوطني لدولة 30 يونيو وفق أولويات متعددة. إذا نظرنا إلى ملف التنمية العمرانية، انطلقت فيها خطط الدولة وفق مجموعة من الأولويات التي غطت كل جوانب السياسة العامة للدولة. كان لدى الدولة أولويات عمرانية كان هدفها الأساسي هو أن تخفف الضغوط السكانية والخدمية على المدن الكبرى، أيضا توفر مزيد من الفرص لتلك المدن لإعادة تخطيطها وبنائها وفق المعايير الصحيحة، والحد من الهجرة الداخلية إلى المدن الكبرى بتوفير السكن والعمل المناسب وإعادة توزيع السكان مرة أخرى بالشكل الذي يتلائم مع احتياجات الدولة العمرانية والاقتصادية والاجتماعية. أيضا تحركت الدولة في هذا الملف وفق أولويات اقتصادية لخلق قواعد اقتصادية جديدة بهدف تحقيق التوازن الاقتصادي داخليا وإقليميا، ويضاف إلى ذلك أيضا الأولويات التنموية، حيث اهتمت الدولة بالارتقاء بالنواحي الاجتماعية لتوفير ظروف معيشية وفرص عمل أفضل للسكان وتوفير الخدمات الاجتماعية والخدمات العامة التي تلبي احتياجاتهم، أيضا مع رفع مستوى البنية التحتية كإحدى الدعائم الأساسية للتنمية، كل هذا لتلبية طموحات المصريين والارتقاء بجودة حياتهم وتأسيس وطن كريم يليق بمواطنتهم. وكما نتابع مع حضراتكم الآن على الهواء مباشرة تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة أكتوبر، هذه المدينة السكنية اللائقة بالمصريين، هذه المدينة التي بنيت على طراز يناسب كافة الأذواق، حتى أن هناك إشادات كبيرة بهذا القطاع لو تحدثنا عنه بشكل أكثر تفصيلا، هو قطاع البناء والتشييد من وكالات عدة، حيث كان هذا القطاع محركا رئيسيا وما زال للنمو الاقتصادي وفق مجلة إيكونومست، باهتمام الحكومة المصرية بالعديد من مخططات الإسكان خاصة ما يتعلق منها بذوي الدخل المنخفض. إضافة إلى تقرير آخر أكد فيه برنامج الأمم المتحدة على أن مصر أظهرت التزاما جادا من أجل تطوير المناطق العشوائية خلال الأعوام السابقة، حيث طبقت استراتيجيات شاملة وناجحة نجم عنها نتائج وصفت آنذاك بالجيدة. وبدورها أيضا ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الدولة المصرية تتخذ خطوات عديدة لمعالجة قضايا قطاع الإسكان، وأشارت إلى أن هذا القطاع سيستمر في الحصول على الدعم لتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي واستمرار المشروعات لنقل المواطنين من المناطق العشوائية إلى الوحدات السكنية الجديدة. ما زلنا نتابع مع حضراتكم تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع جنة أكتوبر، حيث قام سيادته منذ قليل بتدشين وافتتاح عدد من المشروعات في مجالات الإسكان ومجالات الطرق أيضا،
وفي المجال الرياضي الذي تعنى به الدولة بشكل كبير، ويعنى السيد الرئيس بشكل شخصي بهذا الملف من أجل بناء الإنسان المصري والحفاظ على صحته ببناء جيل صحيح قوي قادر من خلال ممارسة الرياضة والرياضات المختلفة، أيضا ما يؤهلهم على أن يكونوا أصحاء وقادرين على العطاء وخدمة وطنهم وخدمة أنفسهم أيضا. مشاهدينا الكرام، كنا نتحدث عن مشروعات الإسكان التي تقوم بها الدولة المصرية والتقارير الخاصة بها. نتابع الآن مع حضراتكم على الهواء مباشرة وصول السادة المشاركين للسيد الرئيس في هذه الفعالية، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه لإزاحة الستار إذانا. احنا اوضه اثنين واوضه رئيسيه واحده احنا هنا فرشينها ليه بندخل ايه الفرش ده كله بكام كله احنا لسه هنحسبها دي السرير بالفرش كله جواه بيتفرق. ده واضح يعني ده حاجه قويه وكده. بس احتمال بقى بالفراغات واللي انت بتجيبها عشان الناس يعني
احنا كده كنا. احنا الصراحه فندم كل المشروعات عندنا يعني طبعا بيفرق يعني وانا بقى الحاجات دي لان دي بتبقى غاليه شويه وفقا للمدفوع في المدفوع انما كله فيه فراغات والمناطق المفتوحه والالعاب الاطفال الحاجات الجديده كده الفراغات عملنا حمام سباحه في الصراحه دي نفس الفكره يعني في الفراغ بس ليه يعني احنا كنا حاطينه في الجامعه ولكن هو للاسف بقى بعض الشقق سكت الناس جم سكوا على طول انما هنا جانا مشروعات جانا فيها حمامات سباحه في الفراغات اه في المشروع ده يعني بس المشروع فيه ناس سكت يعني برضه هقول لك على حاجه من الحزن اللي احنا عملناه من فاتت احنا عملناها في التصميمات الجديده ده مشروعات المشروع ده خالص انما المشروعات الجديده خلاص ما فيهاش الموضوع ده كله ومواسير التكييف خارجه من جنب التكييف والتكييفات جوه البلكونات ما فيش حاجه بره على الارض ده حضرتك قلت لنا كده في ده ابدا هي بس الفكره هي عمرنا هنسيبهم هم الشوارع اللي بنزلها عملنا كده من بعد وقت بس في غرفه لازم تبقى فيها على وجه الامانه يعني الغرفه اللي هي النص دي لازم يعمل التكييف. هو ممكن يركب الاثنين في البلكونه بتاعت البلكونه اللي جنبي. يعني بص البلكونه اللي فوق بعض. ده انما لازم يبقى في واحد برضه غالي زي على كل حال حتى لو طالع اقل بس قبل كده لو انت عملت له الخطوط الماسوره والخطوط بتاعه والصرف بتاعه. الحاجه اللي هو موجود يا فندم المكان بس هو برضه هيسيب جزء من الخرطوم ده احنا عملناه في بدر وحضرتك شفته جنب التركيب على طول بحيث ما يبقاش فيه خرطوم باين انما المكان مش معمول ما حدش هيخرج حاجه اماكن الصرف بتاعت انما هيمد الخرطوم انما هيمد الخرطوم احنا عملنا في 20,000 طن من الخطه للطلبات ثابته كان الصرف مش باين خلاص ال 20,000 قرر الصرف الجاي عملنا ال هو انا بقول بس ان احنا نعمل احنا الحاجات اللي هم الناس لو عملتها ما حدش هيعمل لك الحاجات دي وهو معذور لان هو بيعمل ايه على قد الراجل بيعمل له ترتيب ودراسه ايوه كده مختلف لا ودراسه انت دارس اللي هتعمله من الحاجات دي تمام ولو الحته دي ما افتكرش محتاجه يعني لا مش حاجه والله اصل برضه مش عارفين الصناعه اللي هيجي يعني مش عارفين المشاكل مطبخ. مطبخ. طيب.
تقريبا كده
شكرا يا فندم. مشاهدينا نرحب بحضراتكم من مشروع جنة السكنية بمدينة السادس من أكتوبر، ويسعدنا أن يكون لدينا في هذا اللقاء معالي الوزير دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. معالي الوزير أهلا بحضرتك معي. صباح الخير. صباح الخير. معالي الوزير خلينا نتحدث بداية عن الافتتاحات التي ستشرف اليوم لرئيس عبد الفتاح السيسي بوجوده اليوم في المجال الرياضي. والله الحمد لله، يعني زي ما احنا كلنا شايفين والمواطن العادي شايف، حراك كبير جدا للدولة المصرية وجمهورية مصر العربية الجديدة، مشروعات في كل المجالات، مشروعات تنموية. النهاردة في الحقيقة موجودين في مشروع جنة في 6 اكتوبر، افتتاح يعني مجموعة كبيرة من العمارات السكنية، لكن في نفس الوقت كمان المنشآت الرياضية والمنشآت الشبابية والمنشآت الاجتماعية ليها دور، الحمد لله بدعم فخامة الرئيس الدايم لكل المنظومة. احنا النهاردة احد مشروعات النادي نادي النادي، وهو مشروعات اجتماعية رياضية. الحقيقة كان لازم ان احنا نعمل مفهوم جديد للأندية، يعمل خدمة كبيرة كويسة جدا، ينشط كل المناشط الرياضية والاجتماعية، يكون كمان السعر في متناول الناس، يعني ما يكونش حاجة مغالى فيها، لان الأندية يعني عرض وطلب، والأندية العامة والأندية الخاصة، فاحنا كان لازم ندخل لطبقة اجتماعية ان يكون اسعارها في المتداول والمتناول، بالاضافة طبعا لمراكز الشباب، وبالاضافة الى الحاجات التانية في المنشآت، بالإضافة إلى مجمع حسن مصطفى، وده يعني من الحاجات الحديثة جدا في سلسلة من المجمعات والصالات الرياضية، إن شاء الله هيكون في افتتاح ليهم النهاردة. طيب دكتور أشرف، على مدار عقود كان بينظر للرياضة على أنها وسيلة للترفيه كده يا فندم. على
في حضرتك لأحد أو أول أفرع سلسلة نادي النادي. هي ليها زي توجيه حضرتك دايما لينا إن احنا نشمع كل طبقات المجتمع في كل الأماكن، من مراكز شباب في كل الجمهورية في الصعيد والدلتا في كل الأماكن، وأيضا قطاعات الأندية المختلفة. احنا بعد دراستنا قطاعات الأندية يعني بيكون ليها عندنا 1200 نادي، نادي بابليك أو نادي عام ليه جمعيته العمومية، بتتراوح وتتباين يعني الأسعار لبعض أو فئة معينة من الأندية. فلما درسنا لقينا في بعض الطبقات يعني مش هتكون موجودة في مراكز الشباب ومش هتكون موجودة في الأندية بحكم يعني تسعير العضويات. فمن هنا كان الجانب الاجتماعي لهذه السلسلة بداية من وجودنا النهاردة في 6 أكتوبر. النادي الحقيقة سميناه النادي على اعتبار بعد دراستنا يعني جرت العادة لكل بيت لما بيسأل انت رايح فين، رايح النادي، فسمينا ذا كلاب او النادي. النادي بيقع في منطقة تم تقسيمها كلها اصبحت اجتماعية رياضية، جزء منها ده ايضا حوالي 80 ألف متر مربع، مبنى ومنشآت اتحاد الكرة المصري ومركز تدريب المنتخبات القومية مع اتحاد الكرة المصري والاتحاد الدولي ووزارة الشباب والرياضة. طبعا يعني لسه ما افتتحش افتتاح كامل، في جزء الاخير ما افتتحش، الباقي كله تقريبا شبه نسبة 80 إلى 90%، وده بسبب كل المنتخبات. طبعا الجزء الاساسي المكمل احنا عندنا برضو 80 ألف متر مربع وحطينا فيه كل حاجه ممكن تكون موجوده. ببدا هنا يا فندم من المبنى الاجتماعي اللي احنا موجودين فيه، في كل الخدمات بالمطاعم بسيتنج اريا بشكل يعني مناسب، وبعدين مجمع سكواش حضاري جدا ينفع ان انا اعمل فيه بطولات عالم، وفي الافتتاحات التجريبيه احنا كنا بنجرب كل حاجه من الحاجات ديت. ايضا في مبنى لرياضات دفاع عن النفس حديث جدا مفتوح مغلق وبيسع الى 10 ابسطه. عندنا طبعا في الملاعب المتعدده يعني ينفع اعمل مفتوحه كل السله والطايره والهاند بول، لكن السله والطايره هي النصيب الاكبر عشان عاملين واحد تاني هنا لكره اليد نظرا يعني وجود وتصنيفنا العالمي. وايضا موجود هنا يا فندم الاربع ملاعب دول ينفع ان انا اشيل الشبك ده، بيكون ملعب واحد كبير احيانا، وتقسيم الاربع ملاعب مع طبعا يمكن استخدام هنا قطاع او جزء الملاعب اللي موجوده هنا. طبعا باجي على المنطقه الاجتماعيه، واحنا عاملين ممشى برضو في المنطقه الاجتماعيه دايما بنعمله، وتسع بشكل حضاري جدا كل الناس، وبيبص على المسرح الروماني بنعمل فيه الانشطه الصيفيه او حتى بشكل كل يعني المناسبات الحمد لله موجود فيها. بنكمل كمان هنا المنطقه دي تو كيدز اريا، واول تراك اطفال عاملينه للعجل من برضه من التنشئه الاجتماعيه اللي بنحب نعملها. هنا الحمام الاولمبي وحمام ترفيهي ثم حمام اطفال، لكن احنا بنعمل مفهوم جديد للاداره الرياضيه في الانديه، بيكون في الكلاب مانجمنت سيستم او اسلوب الاداره قطاع خاص بيدير كل الوحدات ديت باكاديميات وبيعمل انتقاء مواهب موجوده، واحنا اقل عدد من الموظفين بيكون موجود مع مجلس امناء بيتم تعيينه، فبالتالي الاعضاء بيكون عندهم الخدمات بشكل كبير جدا، والمهم الخدمات وليس اهداف انتخابيه او اخرى. بنجيب براندات بتكون موجوده لكن باسلوبنا في التعاقد معاها، فالبراند اللي هنا موجود من اكبر الانديه الصحيه اللي كمان فيها نشاط الكيك بوكس ونشاط المارشال ارت مع الجيم العادي، وبنعمم التجربه، لكن بنعمل كله اوبريشن او الاوبريتور بيكون قطاع خاص مع جزء من القطاع الوظيفي عشان اضمن الخدمه سواء الامن، النظافه، الصيانه بشكل كبير جدا تفضل سستينبل. وبرده يعني العضويات نسبه العضويات الحمد لله بنقدر ان احنا ناخد كميه العضويات بما يتناسب في كل الافرع، يعني ان شاء الله فندم هنتشرف شيراتون في فتره لاحقه احنا برده بدانا بيع عضويه قبل بما يتناسب يعني مش مصطلح البيع. ويعني نتشرف ان احنا نعمل اوفر فيو في المنطقه العليا بالنظر الارضي.
الاعضاء تكون شايفه كل المكان. طبعا هناك ده اتحاد الكور، واصبح حتى الفيو مريح للاثنين. يعني كان اول ما استلمت كان التخطيط لهنا مركز شباب، فطبعا درسنا الاجتماعيه مش هينفع مركز شباب عملته ناحيه ثانيه من 6 اكتوبر، وقلنا مطورين بما يتناسب مع المبدا الموجود. واول ما بنعمل انديه الملاحظ هنا في العاصمه الاداريه تبدا التنميه تمشي بشكل اسرع من المفروض، وكمان بتصعد بشكل جديد. فكل العمارات دي اتبنت بعد ما اشتغلنا هنا، وبرده اقتصاديا بتختلف الموضوع تماما. هنا يا فندم النادي الصحي وصبا، واحنا اوت سورس، يعني احنا ما بنعينش وبنعمل، فالشركه الموجوده هي اللي بتدير الصبا وبتدير النادي الصحي وبنراقبها. واحنا كمان مع الكثافه زادت واجهزه على احدث الاجهزه ابديت، يعني بيسموها الهاي اند، يعني هنوسع الجزء ده ونوزع الجزء الثاني عشان الكثافه بتاعته، لانه هو اصبح تشين، يعني بقى عندنا حتى الديوربل، وبعمل خدمه خاصه للعضو غير الخارجي، بسمح للخارجي للجيم بيمر منه بانسياب على حمام السباحه الاولمبي، وبرده نوع من الاكاديميات، ومع التنسيق مع الاتحاد ونجيب اعلى حاجه، يعني مش حاجه قليله. طب هنا يا فندم اعلى وافضل واحسن صاله جمباز بالاجهزه بتاعتها، اجهزه فرنسيه جينوفا ديت، وبنديرها في خبرة صين وخبرة روس اللي هم اعلى حاجه، وبيدرب هنا خرج لنا ايه من المواهب. انا ما بنشتغلش على مواهب كره القدم، يعني تلقاء المواهب عندنا مش كره قدم، كل حاجه. فعندنا 192 ميداليه، لان بدا يلتحموا مع بطولات الجمهوريه زي المشروع القومي للموهبه والناشئين. احنا دلوقتي بناخد على طول ليدنج، خلاص انتهى الموضوع، اللي هي المواهب اللي خارجه غير اللاعب التقليدي اللي بيروح نادي ثم الاتحاد يشوفه. الموضوع مختلف. خليهم يفتحوا لي عشان عايز اتفرج عليه. صالته جمباز؟ حالا يا فندم دلوقتي. صالته جمباز انا عايز اسالك سؤال. طبعا الارض دي والارض دي اللي انت مصورها دي بتاعت تبع ال ال السور الفرعي ده اتحاد الكوره. هو اتحاد الكوره محتاج ملاعب. هو ده يا فندم مركز تدريب منتخبات القوات بتاعت مصر كلها. فبيجي وكمان ايه بقى، استضافه معسكرات خارجيه وافريقيه ليها هدف تاني. فبيجي الجزء اللي هيخلص الاخير دوت ده بتاع الفريق الاول بس. قطاعات الناشئين كل ده، وعنده ملعب صناعي عشان لو راح لعب بره ده بالنهار او بالليل بيشتغل كله يا فندم، في صور ليليه ليه. فاصبح عندنا دلوقتي حتى يعني كل وحدات كوره احنا الحمد لله في حته ثانيه. اللاعب بتاع جمهوريه مصر العربيه اللاعب الوطني لو راح بره هو عنده احسن جوه، وحضرتك حطيت لنا الثقافه دي، انتهى الموضوع. وهنا النادي احنا يعني التحديد اللي موجود ده استفدنا من كل الحاجات اللي موجوده، الملاعب يعني التنس، الملاعب اللي انا يعني اوردتها. وطبعا هنا السكواش هناخد بس فيو من هنا يا فندم. هنا يا فندم بعد المبنى الاجتماعي ده على طول مبنى تاني، وحققنا حتى في منطقه انتظار لولي الامر وغطيناها من فوق، وبيحس بالقطاعين كل مكان فيه الكافيتيريا والمطاعم اوت سورس. يعني احنا يعني حاطين مفهوم جديد للمانجمنت في الاداره، اللي هتكون فيه العاصمه الاداريه نفس الحكايه، الفرع الاخر هيكون فيه شيراتون، فبنعملها وعندنا كل بنخدم كل طبقات المجتمع زي ما حضرتك وجهت. ومركز شباب بنعملها ابجريد، يعني احنا عاملين خطه لغايه 2025 يكون انهينا تطوير مركز شباب، وحياه كريمه بدات تظهر، والمرحله الثانيه كمان اهم هيبقى فيها الحياه كريمه. فاحنا في كل الاتجاهات بنمشي بشكل متوازن، الخدمه موجوده والجانب الاقتصادي موجود. فهنا دي كلها اماكن يعني اجتماعيه موجوده، والمنطقه بنهتم جدا بالمارشال الارض الدفاع عن النفس، وكلها اماكن مفتوحه تسمح. فعندنا الكاراتيه وعندنا الكونفو وعندنا الجودو وهكذا، حتى الارفف بيبقى بنعمل انسبكشن عليه، شكلها حلو شكلها نظيف، الهايجين بتاع المكان، غرف خلع الملابس بما يتناسب في كل مكان وفي كل واحده. اللي موجود ده الاسانسيرات اللي بتنزل من البارك لغايه فوق، وحضرتك سمحت لنا احنا لسه المنطقه اللي حضرتك فاكرها احنا خلصنا الترخيص، هيبدا الشغل فيه مدين له مدى زمن. الفتره اللي فاتت كانت ترخيص والاعمال المزايدات، بحيث انا كوميرشالي هو اقتصاديا احنا كل الجوانب بتاعتي بتغطي التكاليف، والعضوات كمان بما يتناسب نادي الخدمه. لكن الناس الاستبدال يعني المكان هيروح يدفع في نادي تاني 600,000، هنا يدفع 120,000، بتكفينا كويس للخدمات وتسمح للطبق، لاننا مغطي الطبقات اللي تحت. يعني دي فلسفه يا فندم، مش مجرد موجود. عملنا سلسله هيبقى هنسميه كلاب بلس او النادي اكتر شويه، عشان يعني انشاؤه في العاصمه الاداريه. وبدانا برضو مع دوله رئيس الوزراء سمح للمنقولين تبقى في ميزه ان هو هيبقى عضويه هناك، وبنعمل مع جهاز تنظيم والاداره استماره غير القطاع الخاص اللي جنبنا، غير ان برضو نادي العاصمه الاداريه ار 3 انتهت بسرعه وتحجز بسرعه، لان احنا فاليو ادد، يعني بنستخدم المنشا اجتماعي واقتصادي بمفهوم، وليس برضو هزر كده. فا احنا ممكن نروح صاله الجمباز يا فندم.
مصر جاية، مصر جاية، مش ضعيفة لأ عافية، عشت فيها وسكنة فيا. مصر جاية، مصر جاية، بالإيدين المصراوية شايلة كل الخير معاها، املى كل الدنيا دي. مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مش فقيرة لأ غنية، بالحبايب والقرايب. أهلا بكم مشاهدينا في هذه التوطين.